الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام. سيريا كوربانيت ده نتري كاتيجوري. ذبح لله، الهدي، الأضاحي، العقيقة، الصدقات. كاتيجوريا بار اش سيريا فرير تالات سيتش اش سيريا كوربانيت كوربان بايرام افو سيريا اهدية نهاج افو سيريا في العقيقة افو جراتك ساي نتير. نعم، القسم الثاني شرك أكبر وهو الذبح لغير الله محبة وتعظيما، كالذبح للجن لأصحاب القبور. كاتيجوريا دوت اش ثيره قربان مير فو اش شركه ما اما سيتش اش تراسلي مع تا تسلت ثيرين قربان اتيره بر اجنت افو بر فرانوره تا فر اتا شي كان بديكون تي ان واريزا افو جرات جايش مت كسوي ناتير. نعم، وعندنا القسم الثالث من الذبح، ذبح جائز، ذبح يذبح حتى ياكل، يذبح لانه بياع يبيع اللحوم جزار مثلا. كاتيجوريا تريت اش تشت ثير قربان ثيرة ليوار برا نوكا كافر تلم أستا بي فرندانيا ريتوال أس فرندانيا فرسان تدى بي إذو إتاري مير فثيش تبن أسا فر بيزنس أسا فر جرات كساي ناتورة ثير فر تعريتو تكميشيتي. نعم، القسم الأول ذبح لله عبادة برا كاتيجوريا فور اشتت ثيرة فرهير تالات اكياش تالورم. الثاني الذبح لغير الله محبة وتعظيمة، عبادة لغير الله شرك أكبر. Kurse kategoria tjetër është që të thirë për dikën tjetër për që Allah duke bërë këtë me dashurinë në shrim, kjo është shirk i madh. Al-qismu ath-thalith dhabh jaiz wallahu a'lam. Dhe kategoria e tretë është thirrja e lejuar dhe Allahu e din më së miri.